اسمع أنت وهو، الجبل جبلي وهذا يعني أنك ملكي. شقلبة دوامية 5000 نقطة. هاي، مع من أنت؟ آسف سيدي، بس حركاته ملعوبة جدا بصراحة. ملك الحركات. بن، لو لم نتحرك بلي سيسحق. أوه، فكرة، لما لا؟ آسف، آسف، كانت نكتة. اسمع صلح خير، اهدأ يا صديقي. كفى، اسمعاني، أريدكما أن تخرجا من جبلي الآن، ولن تخيفني نظرة سأقطعك شرائح شاورما، رأيتها ملايين المرات. هات الآن ما عندك. أهبلي، فقط أسكت لحظة. أولا، كيف تسمح لنفسك أن تتحداني هكذا؟ ويلك من أبي عندما يعرف. تعبت من لسانه. جدي، عينك على بلي. أريد مدينة سياحية ثلجية، يعني أريد مدينة سياحية ثلجية. مهما كلف الأمر، بابا سيقضيك. حضر محاميك. أعطني هذا أيها الفتى المدلل. هاي بن، دمر ماكينة الثلج. تمام. لقد انتهينا، عاد السلام والوئام للغابة. الثلج توقف لكن الغابة ما زالت مغطاة. بن، علينا التخلص من الثلج تماما. ما مكونات هذه المادة؟ مستحيل الكلام عنها، المقادير سر خطير. طعمها إعصار بالغبار. إن الموضوع صعب، مطلوب مني تنظيف المكان كله. أوه، اسمعني، أنا صديق لا عدو. تريد مساعدتي؟ وثقتك بي عمياء؟ وتريد صداقتي على الفيسبوك؟ أوكي، إلى العمل. حركات لم أرها من قبل. 5,000,000 نقطة. بن، نجحت. لم أكن أتخيل مدى قوته يومانجوسور، إنه بالفعل اسم على مسمى. لم أكن أنجح لولا غوريلاتي. شرفت ونورت. قل لي، هل لديك أقوال أخرى؟ أنا؟ مهما قلت، آسف جدا، فعلت ما فعلت لأني طفل مدلل وأصرف وأبعثر ملايين لأنني أغار منك ومن عائلتك، وحلم حياتي أن يكون لدي أصدقاء يقدرونني أنا، لا أموالي. تعال معنا إلى المخيم. في هوت دوغ. حقا؟ واو، والكافيار علي أنا. صدقني بلي، أشعر بأننا سوف نصبح أصدقاء. لحظة، من أين يأتي الضباب؟ غوريلاتي وضباب النسيان. لحظة، أريد أخذ صورة. تمام. ما الذي يحدث؟ لحظة، ماذا نفعل هنا؟ بيلي، لما جئت ثانية؟ ولما الملابس الشتوية في الصيف؟ ماذا؟ حركات مليونيرات، الطبقة العاملة لا تفهم. وصلنا للنهاية، لقد أنجزنا المهمة وحان وقت الرحيل. يلا يا أولاد، أتريد توصيلة؟ مستحيل، سأطلب هليكوبتر. حسناً، على راحتك. غداً نواصل البحث عن غوريلاتي. سمعت قصيدتي؟ لا. توصيلة، ماذا؟